طبعا هذه هوساتهن الجنوبية، هي هوسة فرح. إن شاء الله نتأمل إنه شيابنا يحصلون على استحقاق واهتمام من الشباب أو من قبل المؤسسة، وأكيد كبار السن عندهم التزامات كثيرة وواجبات الله يحفظه. سمير العراقي يقول المشكلة جميع من موجود كلهم ويا على الواهس يرقصون فرحا، وأولهم أبو المكتب خطية، هاي حالنا شر البلية ما يضحك. إذا زملائي تعطينا الفيديو مرة أخرى خلينا نشوف اللي شاهدنا هذه التغريدات عليها، خلينا نشاهد احتفال هذا الرجل براتبه. اكيد صار له من السن براتب، الله يساعد الكبار بالسن اللي ينتظرون راتب التقاعد وراتب الرعايه، فهو احتفل لان استلم هذا الراتب. ممكن ناس الطلبه راح يسدد ديونه، ممكن يقضي بعض الحاجات. فاذا الفيديو جاهز نشاهده احنا وياكم، واحنا كل التعليقات اللي قريناها هي بصلب موضوع انه نتامل كبار السن يعني يحصلون على اهتمام من قبل الحكومه، من قبل المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه، من قبل الشباب ايضا، من قبل اصحاب المكاتب اذا كان عنده مراجعه والمستشفيات.